من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية حول مقابلة خاصة أجراها الموقع التابع لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي مع الشهيد إسماعيل هنية قبل ساعات من اغتياله. مشاهدينا، سنتابع الآن المقابلة كاملة ثم نعود ونناقش ما فيها مع ضيوفنا في هذه التغطية. شهد اليوم 30 من ثاني أشهر فصل الصيف في طهران استضافة ضيوف من أنحاء العالم حضروا ليشاركوا في مراسم أداء رئيس الجمهورية الجديد الدكتور مسعود بزشكيان اليمين الدستورية. وكما جرت العادة منذ القدم، يلتقي العديد من رؤساء الدول والحكومات وقادة حركات المقاومة قائد الثورة الإسلامية. حل في هذا اليوم الصيفي الحار ضيف خاص في شارع فلسطين، مجاهد شجاع وقائد فلسطيني مقاوم، السيد إسماعيل هنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. وفيما مضى التقى الإمام الخامنئي والسيد إسماعيل هنية مرات ومرات في مكتب قائد الثورة الإسلامية، وخلال هذه اللقاءات جرى استعراض أوضاع المقاومة والتحاور من أجل دفع مشاريع المقاومة الفلسطينية إلى الأمام وبخصوص تقديم الدعم لها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على هذه الفرصة التي منحتموها لموقع خامنئي داتا اي ار الإعلامي باللغة العربية. لقد التقيتم عدة مرات بقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي خلال فترة يعني مسؤولياتكم في حركة حماس. ما هي أهم الأمور التي تم التركيز عليها خلال هذه اللقاءات؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نوجه من قلب الجمهورية الإسلامية في إيران تحية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته الباسلة في غزة وفي الضفة وفي كل مكان. كذلك نوجه التحية لجبهات المقاومة المساندة لطوفان الأقصى، المساندة لشعبنا ولمقاومته. تكرار اللقاءات مع سماحة قائد الثورة هنا في إيران هو دليل المكانة التي تحتلها قضية فلسطين في عقل القائد وفي عقل الشعب الإيراني المسلم، اعتبار أن قضية فلسطين هي قضية الأمة المركزية والمحورية. هناك قضايا كثيرة تشغل إيران بالتأكيد، ولكن قضية فلسطين هي على رأس أولويات هذه الاهتمام من قبل سماحة القائد. موقع زويري حذروا بدور دائم رأساتنا. نحن نغتنم أيضا وعلى عجل هذا اللقاء مع سماحتك، وأنت راعي هذه المقاومة وأنت كفيل المقاومين. سماحة القائد قال أنا كفيلكم هنا في الجمهورية الإسلامية. دائما اللقاءات تتطرق إلى القضايا التي تتعلق بطبيعة هذا الصراع وأبعاد هذا الصراع، سواء كان على القضية الفلسطينية أو على المنطقة، وكيفية أيضا بقاء المقاومة قوية وقادرة على التصدي لهذا المشروع الصهيوني، باعتبار أن خط الدفاع الأول عن المنطقة والأمة هي المقاومة في فلسطين. فخلال السنوات الحمد لله انتصرنا في معركة تحرير غزة، وانتصرنا في معركة الانتخابات البرلمانية وفازت المقاومة بثقة الشعب الفلسطيني، وحقق الله على أيدينا أيضا انتصارا في معركة الفرقان وحرب غزة، وأيضا انتصار في إنجاز صفقة التبادل الأسرى المحررين مقابل الجندي الأسير شاليه. تم الإفراج عن 1047. دعم المقاومة في فلسطين انطلاقا من واجب شرعي ومن واجب إسلامي وإنساني وأخوي، هو أيضا منطلق من القراءة لطبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني
إنه هذا المشروع الصهيوني خطره لا يقتصر على فلسطين بل يتعدى إلى المنطقة. لكن رغم هذه المؤامرة الدولية اللي تمثلت بالحصار وحرب 22 يوما على غزة والثمن الكبير اللي احنا دفعناه ورغم التواطؤ العربي إلا إنه احنا استطعنا الحمد لله أن نحقق انتصارات وإنجازات مهمة جدا للشعب الفلسطيني وأيضا مهمة لكل المسلمين في كل مكان ولكل محبي المقاومة والشعب الفلسطيني على أرض فلسطين. يقولوها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شنو يفئة قليلة هستي؟ توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو و انگلیس و بعضی های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که مهر اسرائیل او هم قابل تحقق. لا شك كما تفضلت بان ما قامت به جبهات المقاومه في لبنان، في اليمن، في العراق والتطور اللافت الذي قام به الاخوه في انصار الله في اليمن باستهداف تل ابيب بمسيره شكل نقلة نوعية في المواجهة من خارج ساحة فلسطين مع الكيان الصهيوني. من إخواننا في حزب الله في لبنان وهذا المستوى من التدخل الذي يؤثر بشكل كبير جدا على الكيان وعلى المستوطنين في شمال فلسطين وعلى عدم قدرته على فتح شبهات متعددة. هذا التطور الذي حصل من إخواننا في اليمن أنصار الله أنصار الحق أولئك الإخوة الذين على بعد 2000 كيلو دخلوا بهذه القوة ثم وجهوا مسيرة وضربت في قلب تل أبيب وجعلوا تل أبيب أيضا هي منطقة استهداف وهدف عسكري. هذا تطور أيضا كبير. الإخوة في العراق بهذه المظلة التي تمثلها الجمهورية الإسلامية الوعد الصادق. نحن نعتقد أنه إحنا في لحظة مهمة جدا وفي لحظة فارقة أمامنا فرصة كبيرة جدا لتحقيق الانتصار إن شاء الله، رغم أن هناك تحديات ليست سهلة أمامنا، خاصة الظروف الإنسانية لشعبنا في غزة، المذابح، المجازر، حرب الإبادة، التهجير، النزوح، وأيضا ما يقوم به العدو في الضفة الغربية. حقيقة التلفزيون نشون بده بعضي از مناظر اونجا رو من ده غالبا طاقت نمیارم نگاه کنم. صبر مردم غزة مسئله فلسطین رو علی رغم دشمن تبدیل کرد به مسئله اول دنیا. مقاومت فوق العاده ای که دنیا رو به تعجب وادار کرد. لا شك ان يعني الاعتبارات التي تقف وراء قدره المقاومه على الصمود يعني يمكن التاكيد عليها في ثلاثه مرتكزات. المرتكز الاول هو المرتكز الايماني العقائدي، يعني الشخصيه الايمانيه الجهاديه التي أخذت من هذا المعين والذي منحها القدرة على الثبات في الميدان وعلى العطاء وعلى التضحية وعلى الصبر وعلى تحمل تبعات الطريق. صبر شما در قبال شهادت فرزندانتون رو تمجید کردیم قلبا و زبانا، مشغول این آیه شریف باشید که علیهم صلوات و مبارکتهم رحمه. المرتكز الثاني هو الإعداد العسكري. هناك إعداد طويل كان قبل طوفان الأقصى على مدار سنوات لفصائل المقاومة التي بنت قدراتها وطورت هذه القدرات واستطاعت أن تمتلك إمكانيات أهلتها بأن تخوض هذه المعركة وهذه الملحمة التاريخية. من بينهم أخوين معنا الإخوة المحررين الأخ يحيى السلوار أمضى 25 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني وكان محكوم 430 سنة. صحيح هناك فرق كبير جدا بين موازين القوة بيننا وبين العدو، ولكن أيضا ما امتلكته المقاومة من إمكانيات ذاتية ومن مساعدة محور المقاومة هو أهلها بأن تواصل هذا الطريق. با این روحیه و با این فکر قطعا شما پیروزی ببینیم اون روزی رو که شما گام‌های بلندی به سمت اون بروزي نهائي برداشت. المرتكز الثالث هو التحالفات الاستراتيجية لهذه المقاومة في علاقاتها مع محور المقاومة مع مكونات الأمة مع عمقها الاستراتيجي في هذه الأمة وفي هذه المنطقة، وأيضا علاقاتها حتى مع أبعد من ذلك مع دول في سواء كانت في أمريكا اللاتينية أو في غيرها، روسيا والصين جنوب أفريقيا. كل هذه أيضا أدت إلى إعطاء مظلات سياسية للمقاومة في مجلس الأمن في غيرها في هذا الموضوع.
أنا أعتقد هذه المرتكزات الثلاثية يعني ذات الأبعاد الثلاثة اللي هو البعد الإيماني والبعد العسكري والبعد السياسي بالتحالفات الاستراتيجية كان يعني بعد توفيق الله عز وجل هو الذي يشكل المعين الذي لا ينطب لهذه المقاومة الباسلة. امروز فلسطيني ها همين مردم مذموم كغزة زير بار بوم دارن تحمل مكنن همين ها بلندترین پرچم اسلام رو اینها در دست گرفت. دنیا امروز به نفع شما داره شعار میده. قبل ساعة ومع الحاج أبو طارق زياد النخال التقيتم بقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، ما هو أهم المواضيع التي تم بحثها خلال هذا اللقاء وما كان أهمية هذا اللقاء؟ اليوم لا شك بأن اللقاء مع سماحة القائد اكتسب يعني أيضا معنى آخر بأن وفد الحركة الإسلامية في فلسطين وفد حماس والجهاد الإسلامي هو وفد كان مشتركا، وهذا يعكس طبيعة هذه العلاقة وهذه الأخوة وهذا التحالف الإيماني الجهادي بين أبناء المشروع الإسلامي على أرض فلسطين. نحن كذلك في مقاومة الحمد لله موحدة مع إخواننا في الجهاد بقية الفصائل، موحدين في الميدان، موحدين في السياسة، وهذه رسالة أيضا للأمة. نحن نريد لهذه الأمة أن تكون موحدة، كما أن المقاومة موحدة، كما أن الحركة الإسلامية موحدة اليوم، فنحن أيضا نريد لهذه الأمة أن تكون يعني موحدة. نحن في نقطة الآن بعد 300 يوم من الحرب في نقطة مهمة جدا وفي لحظة مهمة جدا تتمثل من سيقطف ثمرة هذا الصمود ومن سيرسخ صورة مصر، العدو أم المقاومة؟ نحن واثقون بأن المقاومة إن شاء الله. وأنا أعتقد أنه هذه رسالة يعني كانت مهمة، وأيضا سماحة القائد تطلع إليها بكثير من التقدير والاعتزاز بأن وفدا فلسطينيا إسلاميا مشتركا يعني في هذا اللقاء. إن شاء الله نحن إلى طريق النصر ونحو النصر بإذن الله عز وجل. شكرا لكم. بداية نوجه من قلب الجمهورية الإسلامية في إيران تحية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومتها الباسلة في غزة وفي الضفة وفي كل مكان. اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا وأنت أعلم بهما منا. الشرقيون والمسلمون بشكل خاص معروفون بالنخوة وكرم الضيافة، وكان استشهاد الضيف الفلسطيني العزيز لإيران مفجعا جدا لقلوب الناس، ويمكن ملاحظة شدة الفجيعة هذه من خلال مشاركة الناس المذهلة في مراسم تشييعه العظيمة، مراسم امتزجت بمشاعر الحزن والغضب وطلب الثأر والكرامة والأمل بالنصر الذي بات أقرب من أي زمن مضى. إذن مشاهدينا، عرضنا لكم قبل قليل المقابلة الأخيرة التي أجراها المكتب الخاص بقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية والذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران. سنناقش ما ورد في هذه المقابلة من ناحية الصورة، من ناحية الشكل، من ناحية هذه المشاهد التي رأيناها، من ناحية المواقف، من ناحية اللقاءات والاستقبالات. هذه المقابلة التي رأينا فيها الشهيد الفريق قاسم سليماني، والتي رأينا فيها أيضا وحضر في طهران قائد حركة حماس في قطاع غزة أبو إبراهيم يحيى السنوار، الذي أيضا حضر إلى إيران كما تابعنا في هذه المشاهد، وهذا يكشف للمرة الأولى. سنناقش كل ما ورد في هذه المقابلة مشاهدينا مع ضيوفنا هنا في استوديوهات الميادين الخبير بشؤون الإقليمية الدكتور حبيب فياض. دكتور حبيب أهلا بك معنا. معنا من الخليل الخبير بشؤون الإسرائيلية الأستاذ عادل شديد. أستاذ عادل أهلا بك معنا.
ومن مدينة اسطنبول التركية الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور إبراهيم المدهون. سأبدأ معك دكتور إبراهيم، كنت حضرتك تتابع معنا هذه المقابلة بكافة تفاصيلها، فيها الكثير من الكلام. بالمناسبة كما تابعنا في هذه المقابلة كان الشهيد إسماعيل هنية يتواجد في شارع فلسطين كما تم الذكر في بداية هذه المقابلة، استشهد هناك. من ناحية الصورة، من ناحية الاستقبالات، طريقة التعاطي دكتور إبراهيم بين الشهيد إسماعيل هنية وقائد الثورة والمسؤولين الإيرانيين في هذه المقابلة، كيف تعلق بداية على ما شاهدناه من مشاهد قبل أن ندخل ونناقش أيضا ما ورد فيها من مواقف؟ في البداية تحياتي لك ولضيوفك الأعزاء ولمشاهدي قناة الميادين، ودعني أجدد للمرة الثالثة عبر قناة الميادين تعازينا الحارة لشعوبنا العربية وللشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية وللقيادة الفلسطينية ولكل محبي المقاومة بعد استشهاد البطل والمجاهد إسماعيل هنية. لا شك أن هذه المقابلة تهيج الأحزان، لأن حقيقة كانت وكأنها لقاء مودع، وكان نظرته نظرة الشهداء، وكما قيل عنه أنه كان سيد إسماعيل هنية يعيش بيننا وكأنه شهيد، واليوم يستشهد وكأنه حي بيننا، فما زالت أطيافه يعني تحوطنا بشكل أو بآخر. لا شك أن محبة سيد إسماعيل هنية لإيران ولقيادتها وتحالفه معها ولقائه بها هو الذي عزز بشكل كبير وأصل الحالة الفلسطينية العامة وحالة المقاومة الفلسطينية بشكل خاص، والذي باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي تقصد اغتياله بهذه الطريقة وبهذا المكان من أجل هذا الدور الكبير الذي لعبه هنية وقادة حركة حماس بشكل عام بهذا التحالف أو هذه العلاقة الاستراتيجية التي أدت في النهاية إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتوجيه ضربة استراتيجية اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي وجودية. ولهذا أنا بعتقد أن كان هناك سر خاص ما بين المرشد وما بين سيد إسماعيل هنية، كان هناك حرص دائم على اللقاء وعلى الاستقبال وعلى المودة في حتى في حركات الجسد واللقاء والعناق والمقابلة، كان هناك شيء أكبر بكثير من الحالة الدبلوماسية والسياسية، وكانت هناك ثقة متبادلة واعتزاز ورسوخ، وهذا ما أدى إلى تطور حالة المقاومة إن كان في فلسطين أو عبر جبهات الإسناد. ولهذا إذا لاحظت أن طريقة الاستقبال، طريقة الحضور، طريقة هذا كله بعتقد أنه يدل أن هناك علاقة خاصة وأيضا قرب خاص وشديد ما بين القيادة الإيرانية وما بين السيد إسماعيل هنية. هي هذه النقاط دكتور إبراهيم التي أريد أن أحيلها للدكتور حبيب فياض هنا معنا في استديوهات الميادين، لأنه دكتور حبيب طريقة التعاطي استقبال قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران بهذا الشكل للسيد إسماعيل هنية في كل المرات التي رأيناها في المقابلة ينتظره يقف لاستقباله بهذا الشكل، تشعر بهذا الود ما بين الرجلين. السيد إسماعيل هنية في إيران تراه يتحرك بهذه الأريحية، بأحد المشاهد رأينا الفريق الشهيد قاسم سليماني وطريقة التعاطي ما بين الرجلين، هذا يعكس الكثير، هذا يعكس الكثير بالعلاقة ما بين إيران وحلفائها ومدى الاحترام الكبير ما بين إيران وحلفائها. هذا أيضا لا يعكس فقط عن العلاقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ربما هو أبعد من ذلك أيضا. يعني بداية اسمح لي أن أوجه تحية إلى قناة الميادين على كونها سباقة دوما في الحصول على مواد مميزة وخاصة. شكرا دكتور حبيب. لأنه هذا الفيلم يعني هو مسألة مهمة في هذا الخضم وهذا السياق. هلا بالنسبة للمقابلة يعني باك تسمح لي عندي خمس نقاط بالشكل وخمس نقاط بالمضمون. بنبلش بالشكل بعدين بنحكي بالمضمون. بس بالنسبة للشكل من الواضح جدا من خلال طريقة اللقاء أنها ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها السيد القائد مع الشهيد هنية، بمعنى أنه طبيعة اللقاء توحي بأنه اللقاء هو استمرار لمجموعة من اللقاءات القائمة على
يعني التواصل الدائم والمحبة المتبادلة. النقطة الثانية هي صدق الملامح والتعبير عن الشوق، واضح جدا بالعيون والنظرات المتبادلة وطريقة اللقاء أنه هنالك محبة صادقة وعلاقة صادقة بين الجانبين حتى على المستوى الشخصي. مش بالضرورة أنه يعني نكون عم نحكي عن الإطار السياسي العام أو الاستراتيجي العام اللي هو تحصيل حاصل. هلا النقطة الثالثة، أنا بما أعرفه عن استقبالات سمحت القائد وكأنه مع الشهيد هنية يكسر البروتوكول، يعني هلا فيكم ترجعوا انتم للقاءات سماحه القائد مع زعماء دول، هو لا يبادر الى فتح ذراعيه مسبقا قبل وصول الضيف، يعني عاده هو يبقى مكانه والضيف يتقدم نحوه، واذا اراد ان يتقدم يهم بالتقدم، مش بالضروره انه يمشي خطوات لمنتصف الطريق ويكون يعني باسط يديه بحالة احتضان. هاي لها دلالة أنا برأيي. وأنت تتحدث عن هذه النقطة دكتور حبيب، نلاحظها ونشاهدها مجددا، لأنه بالفعل حتى هاي بالبروتوكول عم بحكي لأنه مقام ولاية الفقيه بإيران محكوم بمجموعة من الضوابط البروتوكولية اللي من النادر جدا أنه نلاحظ بأنه الولي الفقيه أو قائد الثورة يطلع عن هاي البروتوكولات. النقطة الرابعة هي الجانب الشخصي، أنه لم يغب عن ذهن السيد القائد من الناحية الشكلية والتشريفاتية أنه يعزي الشهيد هنية باستشهاد عدد من أفراد عائلته. النقطة الخامسة اللي فينا نحكي عنها أنه الجلسة لها طابع أخوي. إذا بتلاحظ الأجواء مظبوط، هو لقاء بين رئيس يعني بين شخصيتين قياديتين، بس بتحس كأنه قاعدين وهن أصدقاء عم يحكوا بأريحية بعيدا عن هاي الأجواء الرسمية التي نلاحظها غالبا بتكون مخيمة على اللقاءات. يعني مثلا سمحت القائد ملتقي ببوتين، سمحت القائد ملتقي بزعماء آخرين، ما منلاحظ يعني منلاحظ دائما أنه تلك اللقاءات إنما لقاءات رسمية، بس هيدا اللقاء بتحسه لقاء طبيعي، ما بدي أقول عفوي، لقاء طبيعي وكأنه يعني هنالك لا يوجد حسابات لدى كل واحد من الجانبين بأنه أنا والله رايح على لقاء رسمي أو أنه كلقاء أهل البيت الواحد ضمن إطار البيت الواحد. هول خمس أمور فينا إذا بدك يعني نحكي عنهم من الناحية الشكلية. يضاف لهم شيء آخر وهو يعني شيء له علاقة باللقاء بس مش ضمن اللقاء، هو حديث الشهيد هنية بهاي المقابلة عن سماحة القائد بطريقة مميزة ووصفه بأنه هو كفيل وراعي المقاومة، وحديث سماحة القائد عن الشهيد هنية بعد استشهاده واعتباره أنه هو قائد كبير وأنه هو ضيف وأنه إيران ستذهب بالرد على عملية اغتياله مهما كانت الكلفة ومهما كانت الأثمان. على كل حال هذا سنعود إليه بعد قليل دكتور حبيب، في سياق أيضا مناقشة ما جاء من مواقف للشهيد إسماعيل هنية في هذه المقابلة التي نذكر مشاهدينا بأنها المقابلة الأخيرة التي أجريت مع الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أجراها المكتب الخاص بقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، وتبعنا هذه المواقف. أستاذ عادل شديد، إلى أي مدى هذه المشاهد التي رأيناها تظهر السبب الحقيقي لماذا إسرائيل تقلق من هذا الدعم الإيراني؟ لماذا إسرائيل دائما تصوب على إيران؟ لأن ربما العقل الإسرائيلي أو حتى المتابعات الإسرائيلية الاستخبارية تدلهم بشكل واضح بأن العلاقة بين إيران وفصائل المقاومة وحلفائها هي علاقة متينة وعميقة إلى الدرجة التي رأيناها في هذه المقابلة. تحياتي لك أستاذ عبد الرحمن ولضيوفك وللمشاهدين. يعني بتقديري وأنا كقارئ للحالة الإسرائيلية وأفهم إسرائيل من داخل عقلها، هذه المشاهد وهذا النقاش وهذا الخطاب وحقيقة يشكل تهديدا جديا لدى الاستراتيجي على المشروع الصهيوني. بمعنى أنه هذا النقاش الذي
شاهدنا دقائق قليلة منه هو يشير إلى جهد من سنوات لإعادة بناء القضية الفلسطينية كقضية الأمة وليس قضية الفلسطينيين مع الإسرائيل وأن يدبروا أمورهم كما أريد إسرائيليا وأمريكيا وحتى غربيا، وللأسف جزء من الأنظمة العربية تعاطوا مع هذا الموضوع كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية ولتبرير سياساتهم الانبطاحية من تطبيع ومن صفقات مع إسرائيل. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر بالجزء العسكري، بالجزء المقاوم والذي يشكل مصدر التهديد الأكبر لإسرائيل كما للولايات المتحدة، إنه واضح تماما إنه هنالك تبني إيراني للفعل المقاوم، وهذا تحدث به الشهيد الأستاذ إسماعيل هنية. يعني لم يتحدث مسؤول إيراني، تحدث به الأستاذ إسماعيل هنية قبل استشهاده، وهذا بتقديري يعيدنا إلى مسألة اغتيال الأستاذ هنية بالزمان وبالمكان، وخاصة أنه يعني بالقراءة العميقة لما يريد الإسرائيلي تحقيقه من مسألة اغتيال الأستاذ إسماعيل هنية وما يمثل، وهذا الفيديو تقرير يعني يكتب عنه كتب مستقبلا، يدفع القراءة الأعمق أنه لم يكن قرار الاغتيال فقط لاستعادة صورة انتصار أو استعادة الردع، الردع يعني هذه قراءة سطحية. أعتقد أن الموضوع أكبر بكثير من هاي القراءة التبسيطية، أنه نتنياهو في مأزق في غزة. نعم هو في مأزق وإسرائيل في مأزق، ولكن اختيار الأستاذ إسماعيل هنية وبهذا التوقيت وبهذا المكان، ومع أنه قادرين اختياره في بكل الأحوال، أعتقد أنه نحن أمام مشهد. ولكن أستاذ عادل، ما الذي تريد أن تقوله في هذه النقطة؟ هذه نقطة هامة حضرتك عندما تقول الموضوع ليس موضوع ردع، الموضوع ليس أنه نتنياهو مأزوم، الموضوع أعمق من ذلك وليس قراءة سطحية بهذا الشكل. ما الذي تريد أن تقوله أستاذ عادل؟ نعم، أنا أعتقد أنه وما يعمق وما يجسد حديثي في هذا الموضوع هو الاهتمام الإسرائيلي لمن سيخلف، لمن سيأتي بعد الأستاذ إسماعيل هنية. هنالك نقاشا إسرائيليا استخباراتيا أمنيا سياسيا كما مع أطراف إقليمية ودولية، أنه بات من المؤكد أنه إسرائيل وبعض القوى الإقليمية والدولية غير راضية نهائيا عن بقاء حركة حماس وكل قوى المقاومة في هذا المكان، وبالتالي يعتقدون أنه اغتيال الأستاذ إسماعيل هنية من الممكن أن يؤدي إلى إحداث تغيير في هذا الموضوع، وخاصة أنه يعني سمعنا الكثير الآن هذه المشاهد تؤكد أنه العلاقة كان هنالك وحدة انسجام، لم يكن كما يتم تصويره أنه إيران ولها وكلاء بالمنطقة، وكما حاولوا بث إشاعات مسمومة بعد 7 أكتوبر أن حماس والسنوار وهنية يعملون خدمة بالمشروع، تبين العكس تماما، تبين على لسان إسماعيل هنية وهو له ثقة عالية جدا بالشارع الفلسطيني والشارع العربي أن الجمهورية الإسلامية وضعت من قبل قوى المقاومة في خدمة لا بل تبنتها وأصبحت راعية كما تحدث بشكل واضح الأستاذ الشهيد إسماعيل هنية. هذا الموضوع يشكل تهديد، بالتالي موضوع الاغتيال لم يكن فقط يراد منه هذا، إنما يراد تفكيك هاي الساحات، والتي تحدث الأستاذ إسماعيل هنية بشكل تفصيلي وشكل واضح عن دور المقاومة في في في, في لبنان وفي اليمن وفي العراق وتداعيات ما تقوم به. أظن أنه إعادة بناء هاي الجبهة السياسية العسكرية المسلحة والتي أثبتت ذاتها وفشل الأمريكي والغربي والعربي وكل القوى بالكون من إحداث خلخلة في هذه الجبهة دفع الإسرائيلي، ولا أظن أنه الإسرائيلي ذهب لاغتيال إسماعيل هنية بدون التنسيق التام مع الإدارة الأمريكية أيضا رضا من قبل بعض القوى بالمنطقة، اعتقادا منها أنه اغتيال إسماعيل هنية من الممكن أن يشكل بداية لاغتيال التحالف القائم الحالي وهاي الجبهة الموجودة التي باتت تشكل تهديد ليس فقط للمشروع الاستعماري بالمنطقة والمشروع الصهيوني، والذي وصفته أنا هنا على الميادين قبل يعني شهور أنه يشكل بداية
افشال مشروع سايكوس بيكو. سايكوس بيكو اريد منه تمزيق العالم العربي الاسلامي لان يعاد بناؤه وبطريقه، وخاصه انه ما يزعج الامريكي والاسرائيلي وبعض الانظمه المنطقه انه انتاج خطابا وطنيا بهويه دينيه بهويه اسلاميه، وهذا الذي يعزز الازمه الأمريكية والإسرائيلية، وتصبح مسألة مواجهته ليس فقط مسألة أو مسؤولية إسرائيلية. ثلاث مرتكزات دكتور إبراهيم المدهون وضعها الشهيد إسماعيل هنية قبل استشهاده، وربما ما استمعنا إليه قبل قليل هذا سيكون مهم جدا حتى للمستقبل على مستوى فصائل المقاومة الفلسطينية عندما تحدث عن المرتكزات الثلاث، وهي أولا المرتكز الإيماني العقائدي، ثانيا الإعداد العسكري إعداد طويل قبل طوفان الأقصى، والثالثة هي على مستوى التحالفات الاستراتيجية لحركة حماس لفصائل المقاومة الفلسطينية، بدأ بمحور المقاومة انتقل الحديث عن دول في أمريكا اللاتينية وختم بالحديث عن جنوب أفريقيا. هذه المرتكزات الثلاث التي تحدث في حياته عنها الشهيد إسماعيل هنية إلى أي مدى ستكون هي خارطة الطريق أيضا لمن سيكمل هذا الدرب، وهذا الدرب يعني مستمر ولا يتوقف مع ارتقاء الشهداء بل يزداد قوة وعزما وهذا ما يثبته التاريخ. صحيح، هذه الثلاث مرتكزات التي تحدث عنها الشهيد إسماعيل هنية هي كأنها وصية وخارطة لمن يمكن أن يكمل الطريق ليصل إلى الهدف المنشود. ولا شك أن أبو عبيدة قبل ذلك تحدث أن أقوى ما نمتلكه على الأرض هو الجندي الممتلئ بالإيمان والراسخ العقيدة والقادر على الصبر والثبات والمواجهة. هذا الجندي المشبع بالإيمان كما قال سيد إسماعيل هنية أن أول ركيزة من هذه الركائز هي العقيدة القتالية التي يتمتع بها أبناء القسام وأبناء السرايا وأبناء المقاومة الفلسطينية على أرض غزة بالإضافة إلى شعبنا الفلسطيني. الأمر الثاني هو هذه المراكمة، المراكمة والإعداد، وتحدث سيد إسماعيل هنية عن أمرين، مراكمة ذاتية قامت بها حركة حماس من خلال التطوير والتدريب والتجهيز والعمل، وأيضا مراكمة عبر يعني ما مده الحلفاء على رأسهم إيران من سلاح ومن عتاد ومن تقنيات ومن دورات ومن ترتيب، وهذا أيضا فيه وضوح أنه دائما يد مع يد تصفق، وأيضا يعني قوة مع قوة تزداد قوة. ولهذا أنا بعتقد أن هذه الركيزة الثانية هي مهمة جدا، وهذا ما تحافظ عليه قيادة القسام وقيادة حماس وكل من يأتي لقيادة، أنه يجب أن يدرك أنه لا يمكن إهمال مراكمة القوة والتي اعتبرت عبر يعني قائد حركة حماس في غزة والذي يقود اليوم المقاومة الفلسطينية هناك سيد يحيى السنوار، الذي اعتبر مراكمة القوة كأحد أهم يعني استراتيجياته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي سيره للوصول إلى طوفان الأقصى وما بعد طوفان الأقصى. وهذه المراكمة تحتاج كما قلت إعداد ذاتي وأيضا دعما ومساندة يعني من الخارج، وحقيقة لا يوجد اليوم سوى إيران ومحور المقاومة هو الذي استعد أمام العالم أجمع من أن يمد المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح. ربما المقاومة تأخذ الكثير من الدعم الإعلامي السياسي الجماهيري، ولكن الجهة الوحيدة التي تدعم وتراكم قوة الحركة مالا وسلاحا هي إيران ومحور المقاومة حزب الله وغيرها من القوى. ونتمنى أن تتوسع هذه الدائرة وأن يزيد هذا الدعم خصوصا في المرحلة القادمة، حيث بالفعل يعني حمي الوطيس كما يعني أشاروا وقالوا الآن هي هناك تحديات كبرى كما قال سيد إسماعيل هنية في هذا اللقاء الهام والختامي قبل استشهاده. الأمر الثالث وهو مهم وهي قصة التحالفات، وربما للعلم الركيزة الثالثة مرتبطة بالركيزة الثانية، هذه التحالفات التي تحرص حركة حماس على توازناتها وعلى تعزيزها بدءا بالتحالفات السياسية والعسكرية وأيضا الإعلامية والجماهيرية. ولهذا هذه التحالفات تزداد خصوصا في انضواء الآن وتوسع يعني العلاقات بشكل كبير. هناك اليوم تحالفات
يعني بمستويات مختلفة، ولكن التحالف مع إيران والمقاومة وحلف المقاومة أعتقد محور المقاومة أعتقد هو الأعلى اليوم لدى حركة حماس، ومن ثم هناك تحالفات أو علاقات سياسية مهمة إن كانت إقليمية أو دولية، وتسعى حركة حماس دائما لتوسعة هذه التحالفات، خصوصا معروف أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على تحالفه مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمنى حماس أن تتلقى دعما بربع ما يتلقاه الاحتلال الإسرائيلي من حلفائه من الغرب ومن الولايات المتحدة. لكن للأسف جيران حماس الذين أطبقوا عليها والقوى والعمق العربي الرسمي الذي لم يعني يمنح أي دعم أو مساندة في هذا الوقت وفي هذه اللحظة، أعتقد أنه حقيقة أعطى للاحتلال الإسرائيلي فرصة للاستفراد بشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا ما تحدث عنه السيد إسماعيل هنية حينما تحدث عن البعد الإنساني. ما يميز سيد إسماعيل هنية حقيقة هو يعني بعده الإنساني الشخصي، يعني على المستوى الشخصي أنا أعرف أنه يتألم جدا لكل يعني قطرة دم الآن تسفك في غزة، لكل معاناة يعانيها طفل أو امرأة أو شيخ، ولكن للأسف هذه المعاناة تزداد يوما بعد يوم بعد أن تخلى الكثير عن شعبنا الفلسطيني، ونتمنى أن يكون هناك يعني تدخل وإسناد عاجل من أجل وقف هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال صباح مساء أمام مرأة ومسمع العالم. ولذلك دكتور إبراهيم نرى هذا الحزن في عينيك بعد متابعتك هذه المقابلة؟ لا شك أنه لا، هو سيد إسماعيل هنية حقيقة يعني كان قريبا منا، أنا جاره، تربيت في المسجد الذي يعني كان يؤم فيه ويصلي فيه، ولهذا أي حديث عن سيد إسماعيل هنية لا شك أنه يهيج الكثير من الأحزان، رحمه الله وتقبله. على كل حال هذا خبر أحزن كل الأمة، وهذا ما شاهدناه أيضا بالتشييع المهيب والكبير الذي حصل في طهران، ورأينا دموع الإيرانيين كيف تنهمر أيضا على الشاشات. دكتور حبيب فياض، تحدث دكتور إبراهيم بنقاط مهمة خاصة في موضوع المرتكزات التي تحدث عنها إسماعيل هنية، ولكن الشهيد إسماعيل هنية ذهب أبعد من ذلك عندما كان يتحدث مع السيد الخامنئي. هذه عبارة ذكرتها حضرتك قبل قليل سنفصل فيها أكثر. عندما يقول الشهيد إسماعيل هنية للسيد علي الخامنئي بأنه أنت راعي هذه المقاومة وكفيل هذه المقاومة، هل هذا ينقل الموضوع إلى أبعد مما هو تحالفات، وأنه شكل العلاقة وطريقة الدعم تخطت فكرة التحالفات والبروتوكولات ما بين الطرفين؟ لا، بس بدي أعلق على الثلاث نقاط إنه سماهن حضرة الضيف سماهن وصية، أنا بسميهن ميثاق، يعني ثلاثية الإيمان والاعتقاد، هاي مسألة كتير مهمة. اثنين، الإعداد العسكري والمادي. ثلاثة، العلاقات والتحالفات. هو ثلاث شغلات إذا بيتم الالتزام فيهم وفق ما أراده الشهيد هنية، أنا برأيي أنه هذا يشكل ضمانة لإمكانية استمرار المقاومة الإسلامية حماس مع الفصائل الفلسطينية وبالتالي وصولها لأهدافها. هلأ أنا برأيي هاي العنوان أنه إيران هي الكفيل والراعي للمقاومة هو بمثابة اعتراف من قبل أكبر فصيل فلسطيني مقاوم بأن إيران هي رأس المحور، بأنه كل فصائل المحور رغم التأكيد على أولوية الشعب الفلسطيني في القيام بواجباته النضالية والجهادية، إلا أننا إذا أردنا أن نتحدث عن هذا المحور ورأس هذا المحور، هذا بمثابة يعني تأكيد على محورية الدور الإيراني وما يتصل به من أمور جاءت المقابلة على ذكرها. أنا برأيي في أمور كتير مهمة كلها تندرج ضمن إطار التأكيد على أن السيد خامنئي وإيران من ورائه هما يشكلان محور المقاومة. النقطة الأولى، التأكيد على محورية فلسطين، يعني وقت اللي عم نحكي عن فلسطين ما عدنا بس عم نحكي عن محور مقاومة، عم نحكي عن أمة إسلامية.
صحيح أنه محور المقاومة يشكل رأس الحربة ويشكل الصفوة والنخبة في وسط هذه الأمة المعنية بتحرير فلسطين، بس هون ثم التمديد للمفهوم وتشميل للمفهوم لكي يطال كل مكونات الأمة. النقطة الثانية هي يقينية النصر، ما بدي أطول وفصل بالنقاط، مسألة مهمة جدا التأكيد على يقينية النصر من قبل الجانبين، يعني من قبل سماحة القائد وإسماعيل هنية. النقطة الثالثة، وكأنه الكلام عن التحالف بينهما إنما هو تحالف وجودي، يعني مش مجرد تحالف سياسي أو تحالف استراتيجي، لأنه وقت اللي عم ينحكى عن وحدة المصير عمليا عم ينحكى عن وحدة الوجود. النقطة الرابعة والإضافية هي التأكيد على وحدة الفصائل الفلسطينية. هاي مسألة على درجة عالية مع الجهاد، وقت اللي يقول أنه نحن وإخواننا بالجهاد، هاي نقطة، لأنه كما هو المطلوب أن يكون هنالك وحدة بين كل مكونات الأمة لناحية الالتفاف حول المسألة الفلسطينية، فمن باب أولى أيضا أن يكون هنالك تحالف وتوحد والتفاف بين المكونات الفلسطينية تحت راية فلسطين والمقاومة وتحرير فلسطين. النقطة الأخيرة أنا برأيي في هذه النقطة دكتور حبيب، لأنه أثرتها حضرتك، هو قال حرفيا عندما كان يجلس إلى جانبه أيضا قائد حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، قال نحن مقاومة موحدة في الميدان والسياسة، وهذه رسالة للأمة ونريدها أيضا أن تكون موحدة. معنى استوحيتها من هون، عرفت النقطة الأخيرة اللي فينا نوقف عندها. أنا برأيي بالمشهد في شيء ما له علاقة بالحكي من ناحية المضمون، في شيء يعني إذا بدك متى صورة ما وراء الصورة، إنه هيدا المشهد اللي نحن شفناه وما عبر عنه فيما بعد الشهيد هنية وما عبر عنه سماحة القائد، ما عليه بدي أقولها يعني، وأنا بشرفني أقولها على الميادين، لك أكبر شيء نحن نفتخر به أننا نحن مش مجرد دعاة وحدة إسلامية، نحن تجسيد للوحدة الإسلامية، تجسيد عملي للوحدة الإسلامية. كل من يريد أن يدق أسفين الخلاف والفرقة بين السنة والشيعة هو إما حدا جاهل وإما حدا مشبوه. هيدا المشهد وما تلاه فيما بعد من صلاة سماحة القائد على جثمان الشهيد هنية، أنا برأيي، لك أنا دائما بقول تحرير فلسطين وسلاح المقاومة ليس أكثر أهمية من الوحدة الإسلامية، هن أمرين ما بنقدر نفصلهم عن بعض. يعني فلسطين لا تتحرر من دون وحدة المسلمين، والمسلمون إذا أرادوا أن يكونوا موحدين الأمر الأول الذي ينعكس من خلال وحدة المسلمين هو تحرير فلسطين. فهي الصورة لها بعد أنا برأيي ما ورائي من أجل الرد على كل الذين يحاولون بهاللحظات، يعني تصور أنت البعض هلأ بيقول يجوز الترحم على هنية ولا لا على الشعب، هلأ هاي عم ينطرح. تصور أنه البعض يؤشكل على صلاة الإمام الشيعي على القائد السني. لهؤلاء نقول دماء الشهيد هنية ودماء الشهيد فؤاد شكر سوف يشكلان رافدا واحدا للمضي قدما نحو توحيد فلسطين تحت راية كل الأحرار في العالم بما في ذلك المسلمين والقوميين والليبراليين واليساريين وكل شخص ينطبق عليه أنه إنساني شريف في هذا العالم. على كل حال فيما وراء الصورة أيضا دكتور حبيب، هنا أسألك أستاذ عادل شديد، ستقرأ إسرائيل كثيرا ما وراء صورة حضور القائد يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، أبو إبراهيم يحيى السنوار الذي يتواجد حتى هذه اللحظة في قطاع غزة بمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي منذ 10 أشهر حتى اليوم،
ماذا ستقرأ إسرائيل بحضور السنوار بالكشف عن هذا الحضور بهذا الشكل؟ ورأينا كيف كان يعرف به أيضا الشهيد إسماعيل هنية عندما كانوا يحضرون عند السيد علي خامنئي في طهران. لا شك أنه يعني ظهور السنوار بين الجميع يعني. صحيح. لا شك أنه ظهور الأستاذ يحيى سنوار في أحد اللقاءات يشكل يعني مفاجئ، يعني حالة مفاجأة للجميع وبالتأكيد إسرائيل أولاهم. وبالمناسبة يعني ما بعد 7 أكتوبر كشف أنه الكثير مما يحدث في غزة وبالمنطقة بعيد كليا عن العيون الإسرائيلية وعن أجهزة الأمن التي كانت تدعي أنها تعرف الكثير عن الفلسطينيين والعرب أكثر مما يعرفوا عن ذاتهم، ليتبين أنها لا تعرف شيء وأنه كل معلوماتها إما كانت مضللة أو كانت مبنية على معلومات دقيقة وباختصار كانت خاطئة. أنا أريد أن أؤكد على بعض النقاط، جزء منها مرتبط بالحديث الحالي اللي هو موضوع أنه هذا المشهد الذي يجسد العلاقة السنية الشيعية وإعادة بناء هذه الهوية بشقيها السني والشيعي، لا شك أنه هذا يشكل تهديد لهذا المشروع الذي بدأ من عقود وأنفق عليه المليارات واستخدمت أدوات لتغذية وإثارة هذه الفتنة، والتي يشكل هذا الموضوع وتحديدا ما بعد 8 أكتوبر وهي ساحات الإسناد التي تحولت كما وصفها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى ساحات حرب حقيقية وجبهات حقيقية ودفن هذا المشروع، وهذا يشكل خسارة كبرى للأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم بالمنطقة. وهنالك أيضا يعني مشهد لافت أنه طبيعة النقاش الحالي الجاري ما بين القائد الأعلى للثورة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حركة الجهاد الإسلامي وكل هؤلاء القادة، إذا كان هذا النقاش من قبل أعلى المستويات بهذه التفاصيل، بالتالي فما بالكم بالجلسات وغرف التنسيق وغرف العمليات ما بين الأطقم العسكرية والميدانية المباشرة. هذا يدفعنا للقول أنه العلاقة لم تكن فقط مكونات محور بقدر ما هي علاقة عضوية، صفة حالي وجودية، أن العلاقة عضوية ما بين كل مركبات هذا المحور، وهذا الذي يدفع للتفاؤل باستحالة إمكانية كسره وتصدع مستقبلا، وخاصة أنه الآن الذهاب باتجاه قصف الحديدة ثم قصف في بغداد ثم بالشام ثم في اغتيال في عقر الضاحية الجنوبية في بيروت ثم في طهران، هذا يعكس أنه هنالك قرارا إسرائيليا أمريكيا باستهداف هذا المحور وتدفيعه بشكل عام ثمن باهظ وتدفيع كل ساحة منه كل مركب منه ثمن لإيصاله إلى حالي أن يصل إلى قناعة أن بقاؤه في هذا المحور مكلف جدا عليه. أعتقد أنه هذا المشهد يؤكد أنه مرحلة الانكسار انتهت وأصبحت جزء من الماضي، ونحن أمام حالي يعني بالعامية عظمها أصبح قوي وعصي عن الكسر. نعم. الآن بتقديري أنه في نقطة يعني يجب التطرق لها واللي هي يعني بتشكل رد على ما يقال بالأيام الأخيرة بعد اغتيال هنية ويعني الطرح وعرض إيران بالمظهر الضعيف والعاجز أمام يعني حلفائها وشركائها ومركبات هذا المحور العضوي، يعني لم يعد يعني محور هنالك الكثير من القواسم المشتركة بقدر ما ثبت من خلال هذه المشاهد التي شاهدناها ولأول مرة، وهي لا شك مفاجئة جدا ومهمة وتحمل رسالة استراتيجية، إنه مسألة نجاح الإسرائيلي وخاصة إنه بعد الإعلان عن الاغتيال بأقل من ساعة خرج مسؤولا أمريكيا ليقول إنه حرس الثورة بقوته عجز وفشل من حماية إسماعيل هنية كجزء من مشروع يراد تجسيده لما بعد الاغتيال. بكل الأحوال ما بعد هاي المشاهد بات من المؤكد إنه وإضافة لما تحدث فيه الأخوان وتحديدا الوصي، أعتقد أننا أمام ميثاق يرتقي إلى مستوى
التفاهم المبدئي أنه هاي تشكل المبادئ للاستمرار عليها، وخاصة أنه هذا المثلث الذي تحدث عنه الأستاذ إسماعيل هنيه بتقدير يشكل يعني ميثاق للاستمرارية، بغض النظر إن كان المسؤول الفلاني على رأس الهرم أو غاب. ولابد هنا دكتور إبراهيم أيضا أن نسألك عن حضور القائد يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة في أحد اللقاءات في العاصمة الإيرانية طهران بهذا الشكل، وسيد إسماعيل هنيه خصه بالحديث عندما توجه للسيد خامنئي وقال له هذا الأخ يحيى السنوار الذي أمضى 25 عاما في سجون الاحتلال. حضور أبو إبراهيم بهذا الشكل في طهران برأيك أي رسالة يوجه؟ ولابد أن نعرج ولو باختصار أيضا إلى أي مدى أيضا الآن نفهم ما قاله السيد علي خامنئي عندما تحدث عن عقاب شديد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب هذه الجريمة وقتله ضيف الجمهورية الإسلامية في إيران. بالنسبة للأخ يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، حضوره إلى إيران حقيقة هذه كانت ما بين 2012-2013. في ذلك الوقت كان السيد يحيى السنوار هو مرجعية العمل العسكري، مرجعية كتائب القسام، معنى أنه في ذلك الوقت كان تقريبا وزير الدفاع لحركة حماس. وللعلم يحيى السنوار من أشد العقول الاستراتيجية التي تعمل على الوحدة وتوحيد الصف وتوحيد الأمة ضد الاحتلال الإسرائيلي وتحشيدها، وكان رأيه بتعزيز العلاقة مع إيران وهو في السجن، وكان دائما ما يرسل هذه الرسائل أنه يجب أن يكون هناك علاقة استراتيجية يمكن البناء عليها لمواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي ما بين حزب الله وإيران وحماس. وهذه كانت دائما تفكير واستراتيجية سيد يحيى السنوار. اليوم سيد يحيى السنوار حينما تولى يعني مرجعية أو مسؤولية كتائب القسام من 2012 إلى 2017، أعتقد أنه عزز هذه العلاقة وطورها، وقد تكون هذه الزيارة التي كانت سرية هي أحد يعني الزيارات الهامة التي جلس فيها ورتب الكثير من تعزيز العلاقة وترتيبها فيما بعد. لهذا لا شك أن هذه الزيارة مهمة، وأن دور يحيى السنوار مهم في تعزيز العلاقة مع إيران. ونحن نعرف أن كانت علاقة يعني، وهذا ما تحدث به أبو إبراهيم السنوار عبر الإعلام، حينما قال أنا تقريبا يوميا أتحدث مع قاسم سليماني، الآن هو استشهد، لكن كان في ذلك الوقت كانت هناك يعني علاقة وثيقة. أعتقد أن هذه صور مهمة ووثائق مهمة يمكن أن تعزز فيما بعد، تعزز الرؤية فيما بعد. أما تعهد إيران وتعهد المرشد الأعلى للرد، هذا بلا شك أن هناك ثقة كبيرة أن الرد الإيراني سيكون أكبر بكثير مما يتصوره الاحتلال الإسرائيلي. وأعتقد أن استشهاد هنيه شكل صدمة للجميع، وأيضا شكل حالة غضب. هذا الغضب بلا شك أنه سيترجم بطريقة ما ضد الاحتلال الإسرائيلي. دكتور حبيب فياض ذكر نقطة دكتور إبراهيم المدهوم من إسطنبول قبل قليل عندما تحدث عن موضوع التنسيق ما بين قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار والشهيد الفريق قاسم سليماني الذي رأيناه إلى جانب إسماعيل هنيه في إحدى الزيارات أيضا. يعني هذا يعود بنا للصورة، يعني صورة أبلغ تعبير اليوم فيما رأيناه في هذه المقابلة. هذه هي المشاهد دكتور حبيب التي نراها الآن. هنا نريد أن نسأل أيضا عن هذه الصورة عن ماذا تعبر. يحيى السنوار يحضر في طهران وذكر بالتواريخ دكتور إبراهيم مدون في متى يعزز العلاقة، يطالب من سجنه عندما كان أسيرا أن يتم تعزيز هذه العلاقة، يحضر في طهران. الفريق قاسم سليماني كان حاضرا لجانب إسماعيل هنيه. ماذا يمكن أن نقول عن هذه المشاهد بدقيقة دكتور حبيب؟ مرة الشهيد سليماني قال يعني أكيدا قال يعني كان بمورد إحصاء مبررات الثورة الإسلامية، يعني قال إنه الإمام الخميني تحرك وانتفض ضد الشاه للأسباب التالية: أسباب داخلية، سياسات النظام إزاء الشعب، الهيمنة الأمريكية. السبب الثالث اللي هو ما له علاقة بالأولوية هو تحرير فلسطين. يعني مسألة فلسطين لم تكن مجرد مفردة عابرة بعد انتصار
الثورة الإسلامية في إيران كانت محددا ومرتكزا ومعطى أساسي أدى إلى نشوب هذه الثورة. من هاي الباب الشهيد سليماني توصيفه أنه قائد شو فيلق القدس، قوة القدس، وهذا الفيلق وظيفته تقريبا الوحيدة والأساسية هي دعم فلسطين ودعم المقاومة الفلسطينية ودعم كل مجموعة من شأنها أن تكون معنية بفلسطين. عشان هيك العلاقة بين الرجلين، وأنا برأيي حسب الكاريزما الشخصية هن منسجمان، يعني الشهيد سليماني وأبو إبراهيم السنوار، يعني هلأ ما بنعرفه للسنوار إلا عن بعد، بس ممكن نعرف الشهيد سليماني في تقارب، في نمط من الأشخاص. نعم. منهم الحاج عماد مغنية، منهم الشهيد فؤاد، منهم الحاج قاسم سليماني، منهم السنوار، يمتازون بأنهم قيادات عسكرية ميدانية تمتاز بالحكمة العالية والشجاعة العالية والقدرة على الإنجازات الميدانية، ولكنهم في الوقت نفسه يمثلون قيادات ومرجعيات تستطيع التواصل مع الجماهير بما يؤدي إلى تحقيق المطلوب. شكرا جزيلا لك دكتور حبيب فياض، خبير الشؤون الحكومية. كان في حكي كثير إن شاء الله. هذه الحلقة يحكى عنها الكثير بس صراحة. هذا إنجاز، يعني هذا الفيلم مسألة تحسب للميادين. كل شكر لك دكتور حبيب فياض الخبير بالشؤون الإقليمية على وجودك معنا في استديوهات الميادين. شكرا جزيلا لك أيضا. أنا بعرف إنه الإيرانيين صعب يفرجوا يعني عن أرشيف. يعني شكرا على إفراجهم عن هذا الأرشيف. شكرا جزيلا لك أيضا دكتور إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني على وجودك معنا من اسطنبول. وشكرا جزيلا لك أيضا أستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية على وجودك معنا من الخليل. الشكر الدائم والأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة. دائما المزيد الميادين دوت نت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية، وإلى اللقاء.